صرنا 9 سنين مع زيت الاشخاص. هيدي فرصه لنا هالسنه نصوت للناس جديد، لانه اول مره بتاريخ لبنان في ناس جديد عم بيترشحوا للانتخابات النيابيه to represent the people. ان شاء الله انه بكي بيتغير الاوجه القديمه وبصير في عنا اقتصاد، في عنا حاله حروب بالبلد بالشغل. حصوت هالانتخابات النيابيه لانه هذا حق كل مواطن وحقنا الشرعي يعني. I'm going to vote because I feel like it's very important for people our age to get involved in these things, because right now most decisions are being made by people that are a lot older than us, that are not really in touch with our generations. So I feel like our generations should also have a voice, and by choosing our candidates and voting for them, that's one way to show our voice in these things. خلص يعني we're young وصلنا 40 سنة زيت الناس عم بينزلوا ف I guess it's time for a change. صار لازم نتغير شوي. ايه اكيد رح انتخب هالسنة لأنه لازم نغير بقى بهالبلد. حصوت بانتخابات نيابية لأن هذا حق كل مواطن بالنهاية، يعني نحن بدنا نوصل رسالتنا. أنا بصوت بالشمال بصغرتا، وأكيد رح صوت لتحالف المجتمع المدني لوطني، لأنه خلص بكفي مسخرة بقى يعني. فإيه أكيد رح صوت هالسنة، وأنا بصوت بيروت الأولى بالأشرفية، ورح صوت للتحالف كلنا وطني. انا رح انتخب لائحه الوفاء للمقاومه بقضاء بعبده، واكيد رح صوت للقوات اللبنانيه بيير ابو عاصي كمان اون ديتاي. هذا شخص فيه يغير بالبلد وجديد، ومش كان من قبل وعم نرجع نصوت له. بدنا عالم تغير، تغير مستوى. نحن بعدنا مأمنين بالقضيه تعيد رفيق الحريري، وحصوت لحركه امل للاستاذ نبيه بري لانه هو قائد الامه ونبيه الوطن. وعاده انا هلا بنتخب لائحه اللي بتمثل المقاومه بلبنان، ولازم كل واحد شاف الناس اللي دافعوا له عن ارضه وقدموا دم وقدموا اولاد وقدموا اعز شيء بيملكوه، انه لازم ينتخبوا ليحافظوا على هالكرامه، كرامه الدم اللي سال كرامه الله. اوكي انا اول شيء بسويت بعلي، واذا بسويت لانه بسويت لحقي هونيك لايك ذا ايكوفلنت اوف لبلدي. وكل الناس لازم يصوتوا لناس جديد، لانه كلنا زهقنا بفتكر عن الوضع بلبنان. بدنا الناس بيمثلونا، ناس مثلنا، ناس نضاف يوصلوا على البرلمان وعن جد يوصلوا صوت الشعب شو نحن عايزين، يعرفوا نحن شو عايزين ويوصلونا على البرلمان. بدعي كل شخص غيري انا طبعا اكيد انه ينزل ينتخب هيدي السنه، لانه صوتنا will make a difference. It will certainly resonate in a way or another. انا بدي واحد يخدمني، ما بيخدمني. هلا عم نشوفهم عم يعملوا زيارات قبل الانتخابات، هلا صاروا عم يجوا على البيوت، هلا وقفوا حدنا، هلا عم يوقفوا حدنا. لا اكيد ما حانتخبهم، لانه جربناهم وشفنا شو عملوا لنا. بس اني سقط ورقه بيضاء this is not something logical to do، لانه it will not help this country move anywhere forward.